وبعدين احنا لما عملناش حاجه زي كده ما بنشجعش حتى على التعليم، اطفالنا تتعلم وتروح المدارس. يعني احنا الحاجه دي ضروريه ومهمه المفروض. يعني العيال يمكن ما بيروحش يومين ثلاثه في الاسبوع، ليه؟ من الطريق وحشه مش حلوه. كتر خيرهم ماتت، بيسيبوا عيالهم الصغيرين يخشوا في الحاجات الميه دي، في الميه وفي الهبطه. طب ما في مصر وفي كل البلاد تلاقي العائلة الصغيرة بتاخذ عربية من البيت لغاية المدرسة. ربنا يكرمنا ونبني لكم مدرسة. إن شاء الله سهل ربنا. إن شاء الله بإذن الله.